السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كنت ناوي ان انت تستثمر في كازاخستان وعاوز تعرف ايه هو افضل الاستثمارات اللي انت ممكن تبدأ بيها في كازاخستان، وفي نفس الوقت ايه هي افضل الاستثمارات اللي لسه محدش عملها في كازاخستان، وايه هي افضل المشاريع اللي ممكن لاي شخص يعملها في كازاخستان لسه ما اتعملتش في كازاخستان. لو انت مهتم بالاستثمار في كازاخستان، حلقة النهاردة مهمة جدا على افضل مشاريع تقدر تعملها في كازاخستان، وفي نفس الوقت لسه ما فيش اي حد عمل المشاريع دي في كازاخستان. فيديو النهاردة حلقة مهمة جدا عن الاستثمار في كازاخستان، فخليكم معايا وتابعوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم والحلقة الثانية من الاستثمار في كازاخستان. لو أنت أول مرة بتتفرج على فيديوهاتي، أنا اسمي تامر محمد وعايش في كازاخستان، ودي الحلقة الثانية عن الاستثمار في كازاخستان. في الحلقة الأولانية اللي أنا عملتها عن الاستثمار في كازاخستان، جات لي أسئلة كتيرة جدا وخصوصا من الدول العربية، طب إيه هي المشاريع اللي ما اتعملتش في كازاخستان اللي نقدر نستثمر بيها في كازاخستان؟ في فيديو النهاردة هقول لكم على حبب مشاريع واستثمارات جديدة لسه محدش عملها في كازاخستان، وفي نفس الفيديو هقول لكم على ايه هي افضل طريقة ان انت المشروع بتاعكم ان شاء الله يكون مربح جدا وتكسبوا منه كتير. بس في الاول خلينا اعرفكم ان الحلقة دي مهمة جدا، ومن الافضل ان انتوا تسمعوا الحلقة لنهاية الحلقة. في الحلقة دي انا جايب اكتر من كذا فكرة لكذا مشروع تقدر تعمله وتستثمر بيه في كازاخستان، وفي نفس الوقت مربح جدا. طيب خلينا نبدأ الفيديو على بركة الله. اول المشاريع اللي لسه محدش عملها في كازاخستان ومشاريع مهمة جدا، وهو مشروع المطعم العربي. ممكن تفتح مطعم عربي او مطعم مصري بيقدم الاكلات المصرية بجميع انواعها، زي المشاوي والكباب والكفتة والكبدة البلدي، ومعاهم الكوارع والممبار والملوخية والطواجن بأنواعها مع الحواوشي. ويفضل كمان تزود في المطعم معاهم الشاورما والكبسة والمقلوبة والمندي، وبكده تكون عملت مطعم أكل عربي شامل لكل الجنسيات. لو عملت مطعم مصري بالأكلات المصرية والعربية دي تنجح نجاح باهر، ده لان اول حاجة مفيش مطعم عربي زي ده في كازاخستان للأكلات المصرية والمقلوبة والكبسة، يعني مفيش لك منافس في كازاخستان. تاني شيء، لان موسم سياحة العرب في كازاخستان بيبتدي من شهر 4 لشهر 10، يعني عندك 6 شهور كاملة تقدر تشتغل على السياح العرب. وتالت شيء، عندك الطلبة العرب، هتلاقي كتير من الطلبة العرب سواء من مصر او الاردن او العراق او السعودية او غيرهم من الدول العربية، هتلاقي طلبة كتير جدا في الجامعات في كازاخستان. يعني هيكون عندك كمان موسم من شهر 10 لحد شهر 6 اللي هم طلبة الكلية، كمان بالاضافة للعرب والمصريين المقيمين في كازاخستان. بس عشان ينجح مشروع زي دوت لازم تعمل حاجتين. اول حاجة تختار مكان مميز جدا في وسط المدينة، يكون قريب من الأماكن السياحية المشهورة أو حتى الشوارع المشهورة في كازاخستان. تاني شيء، لازم تختار طاقم عمل يكون كفء على أعلى مستوى، لازم يكون طاقم العمل ده بيتكلم عربي كويس وإنجليزي وروسي، مع عمل دعاية كويسة للافتتاح. تاني مشاريع، وهو مشروع محل عصير قصب مع كوكتيلات. مشروع محل عصير القصب والكوكتيلات هو واحد من المشاريع الممتازة جدا اللي لو عملتها تنجح نجاح باهر جدا في كازاخستان، وده أولا عشان مفيش مشروع زيه في كازاخستان. وتاني شيء، الزبائن عندك مش هيكونوا بس عرب، الزبائن هتكون من جميع الجنسيات وحتى من كازاخستان،
وكمان محل عصير القصب بكوكتيلات، واحد من العصاير الطبيعية الممتازة اللي هتلاقي إقبال كبير جدا من الناس بصفة عامة داخل كازاخستان، وده برضو مشروع من المشاريع اللي لسه ما فيش حد عملها في كازاخستان. تالت حاجة ممكن تدخل في مجال التصدير بعض المنتجات من الدول العربية، مش موجودة المنتجات دي في كازاخستان. طيب زي ايه؟ عندك زي المنتجات الغذائية زي الملوخية والبامية والبهارات العربية بجميع أنواعها، وعندك كمان ممكن تجيب زيت حبة البركة، ده برضو مش موجود في كازاخستان، وممكن تجيب العسل الأسود. رابع حاجة ان انت ممكن تدخل في موضوع زيوت المساج في مصر. زيوت المساج في مصر برضو واحدة من الحاجات المميزة جدا في الجودة بتاعتها، وممكن تمشي كويس جدا في كازاخستان، او ان انت ممكن برضو تفتح مطعم اسيوي سواء هندي او كوري او صيني، ده برضو المطاعم دي بتمشي حالها في كازاخستان. وعندك كمان منتجات القطن المصري، كلنا عارفين ان القطن المصري افضل قطن على مستوى العالم، فانت لو اشتغلت في تصدير منتجات القطن المصري زي الملابس الداخلية وطقم السراير، بس لازم تكون قطن 100%. لو انت جبت منتجات القطن المصرية لكازاخستان وابتديت تصدر المنتجات ديت لكازاخستان، اضمن لك ان انت هتنجح نجاح باهر. واحد من المشاريع المميزة جدا اللي لسه برضو محدش عملها في كازاخستان، وهو ان انت تفتح محل حلويات شرقية. في كازاخستان هتلاقي فيه حلويات غربية كتيرة جدا، والحلويات الشرقية هتلاقيها بسيطة جدا وهتلاقيها في المطاعم التركية، لكن مش بجودة الحلويات الشرقية بتاعتنا في الدول العربية. فانت لو فتحت محل حلويات شرقية هيبقى واحد من المحلات المشهورة جدا واللي ملكش منافس في كازاخستان، واضمن لك ان انت تنجح نجاح باهر جدا في كازاخستان. ممكن تفتح شركة سياحة في كازاخستان تجيب زباين من الدول العربية لكازاخستان ومن كازاخستان للدول العربية، عشان تعرف وجهات السياحة بالنسبة للكازاخستانيين. عندهم ثلاث وجهات سياحية بيحب يروحوها على مستوى العالم. الكازاخستانيين بيحبوا يروحوا السياحة في مصر في شرم الشيخ والغردقة والقاهرة، بس أكتر الأماكن السياحية اللي بيحبها في مصر هي شرم الشيخ. وعندك برضو الكازاخستانيين بيحبوا يروحوا تركيا وبيحبوا يروحوا الإمارات، فأنت ممكن تفتح مكتب سياحة في كازاخستان تستفاد من الكازاخستانيين وتستفاد من الدول العربية. نهاية الفيديو، يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعموني باللايك وتشتركوا عندي في القناة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار يا ريت تسيبهولي في تعليق. شكرا ليكم، واشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من داخل كازاخستان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.